اسم نبي من أنبياء الله، هو اسم غير عربي الأصل، وهو شائع عند الأمم والشعوب الأخرى سواء بلفظه أو بتغيير بسيط. وتذكر المعاجم الأجنبية أن معناه الله يمنح ويجود. ويوسف هو يوسف الصديق، هكذا وصفه القرآن الكريم، ففي القرآن سورة كاملة تحمل اسمه، يضرب لنا فيها أسماء أمثلة الصدق والطهر والوفاء والعفو عند المقدرة. لهذا هو اسم ذو مرتبة رفيعة ومنزلة خاصة. أما في اللغة فاسم يوسف لا يجوز تنوينه، فلا يقال يوسف خطأ، والصواب يوسف. أما في الأدب فإن أعلى درجات الجمال يعبر عنها بالجمال اليوسفي، فيقال هذا إنسان له جمال يوسفي، أي أن جماله تعجز.